أفادت قناة ديتشيفيل الألمانية أن شركة الطيران الأوروبية متعددة الجنسيات إيرباص عملت على كسر حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا من خلال صيانة طائرة شحن عسكرية تركية تشحن أسلحة إلى غرب ليبيا. وأضافت نقلا عن منصات إعلامية ألمانية وفرنسية وهولندية وأسبانية أن تركيا تواصل تنفيذ شحن الأسلحة. وذكر التقرير أن شركة إيرباص قامت بصيانة طائرة شحن تركية في منشآتها الواقعة في بلدة أوتوبرون بالقرب من ميونخ. وذكر أيضا أن العديد من موظفي شركة إيرباص أصلحوا بعض الطائرات في القاعدة العسكرية في مقاطعة قيصري بوسط تركيا. وكشف التقرير عن ضمانات شركة إيرباص بتوفير فريق صيانة للقوات المسلحة التركية للمساعدة في الصيانة الفنية للطائرات حتى عام 2023. وقالت وزارة الخارجية الألمانية أن عملية الصيانة تتم من خلال منظمة التعاون العسكري المشترك والتي مقرها بون وليس تركيا، فهي الشريك التعاقدي لطائرات إيرباص، مضيفة أنه من المهم زيادة الضغط على أنقرة فيما يتعلق بانتهاكات الحظر. وأضاف التقرير أن شركة إيرباص أكدت أن الخدمة قدمت إلى القوات المسلحة التركية في قيصري، لكنها تركت الأسئلة المتعلقة برحلات الشحن إلى ليبيا دون إجابة. طائرات الشحن التابعة للجيش التركي والتي تضم أكثر من 100 عسكري و37 طنا من الحمولة أقلعت إلى ليبيا ما لا يقل عن 11 مرة حتى نهاية يونيو. سياسيون ألمان انتقدوا ما تقوم به إيرباص، ومنهم تيوباس ليندرر المتخصص بالتسلح في حزب الخضر المعارض الذي قال أنه من غير المقبول أن تشارك شركات أوروبية في خرق حظر الأسلحة، فيما قال النائب عن الحزب اليساري سيفيم ديكدالين أن على ألمانيا أن توقف تماما تصدير الأسلحة إلى تركيا. وقال كارل هاينز برونز خبير الدفاع في الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم أنه يجب تغيير قوانين التجارة الخارجية الألمانية من أجل تجنب مثل هذه المواقف في المستقبل. وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قد اقترح فرض عقوبات على الشركات التي تخرق الحظر. ليكشف هذا التقرير المزيد من الانتهاكات التي تحتاج تحركا أوروبيا حازما حيالها. عطية العبيدي، ليبيا الحدث.